دفعت السلطات الأمنية المصرية اليوم بتعزيزات في القاهرة، وشددت إجراءاتها بعد يوم من مظاهرات غير مسبوقة طالبت برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما شنت حملة اعتقالات واسعة. قالت الخارجية الإيرانية أن بذلت جماعة الإخوان الإرهابية ما بوسعها للتحريض ضد الدولة المصرية والإساءة لمؤسساتها العسكرية داعمة المقاول الهارب محمد علي، لكن انكشفت جميع مخططاتها الخبيثة وحساباتها الوهمية عبر تويتر والصور المضروبة. البداية حينما أطلق حساب المقاول الهارب محمد علي هاشتاغ مليء بالسباب والهجوم وتشويه صورة المؤسسات العسكرية، ولكن انكشفت حقيقة الصفحات الوهمية المشاركة عبره، خصوصا أن بداية دخولها لموقع التغريدات القصيرة تويتر في أول سبتمبر مع بداية بث فيديوهات المقاول محمد علي. وخرج المقاول الهارب ليعلن بأن المشاركة في الهاشتاغ وصلت إلى 1,000,000 تغريدة، لكنه اصطدم بسياسة تويتر الجديدة التي تناهض الحسابات الوهمية واللجان الإلكترونية، ليكتشف أن المشاركة 10% رغم الدعم الإخواني له بإنشاء حسابات وهمية تكشف بياناتها عن إنشائها وقت الهاشتاغ. ونظرا للأكاذيب التي يروجها الهارب محمد علي والتي لم تلقى أي صدى أو تأثير داخل المجتمع المصري، فإن قنوات الإخوان والمتمثلة في قنوات الشرق ومكملين والصفحات الإلكترونية دعمته، خصوصا في ظل انخفاض نسب مشاهداتها. ولجأت القنوات والمواقع الإخوانية لترويج فيديوهات المقاول محمد علي وإنقاذ موقفه بعد انخفاض نسب المشاهدات، ولذلك بدأت كل قنواتهم في دعم وتمويل ومشاركة كل الفيديوهات التابعة للمقاول الفاشل على مختلف صفحاتهم رصد الشرق مكملين، فضلا عن لجانهم الإلكترونية المستمرة في دعمه على مدار اليوم. سبت الفلوس قلت لكم ومش فارقه معايا الفلوس، ولو كنت عايز اخد الفلوس كنت اخدتها، وانا كنت قوي جدا جدا عندهم وهم كانوا عايزين اكمل، انا اللي رفضت اكمل. مش مهم الفلوس، والله العظيم ما مهم الفلوس، بس الغلابه اللي احنا مطلوبين وسطهم واهلنا حرام عليهم تدوسوا عليهم بالدرجه دي. ففجاه تحول المقاول محمد علي الذي يطالب بامواله الى مناضل مدافع عن حقوق الفقراء والغلابه في مصر، وتنازل طواعيه خلال اسبوع عن 220 مليون جنيه. ادعى في الفيديو الأول أنها مستحقات له لدى القوات المسلحة لن يتركها، وأنها السبب لخروجه بهذه الفيديوهات. فمناضل دي طلعت امتى وشايف الدنيا اشترى عربية ميسي، اشترى بيعمل مش عارف ايه. طب يا جماعة اللي بيعمل كده طب ما يدي فلوس الغلابة. وزعمت قنوات الإخوان التي تبث من تركيا وقطر خروج تظاهرات حاشدة ضد النظام الحالي، حيث فبركت عدة فيديوهات وصور في عدة محافظات زاعمة أن هناك تظاهرات شهدتها المدن المصرية استجابة للمقاول الهارب محمد علي، ولكن في حقيقة الأمر أن الحركة كانت تسير بشكل طبيعي.
وللترويج لفكرة التظاهر التي لم تلقى ترحيبا من الأساس، بثت قنوات الإخوان فيديوهات مفبركة تزعم خروج الشعب المصري للتظاهر في الميادين، حيث استغلت توافد جماهير النادي الأهلي لميدان التحرير حاملين الأعلام احتفالا بتتويج النادي ببطولة السوبر المصري على غريمه الزمالك، حيث زعمت الجماعة بوجود تظاهرات حاشدة في الميدان على عكس الواقع تماما. عديدة انتشرت في الساعات القليلة الماضية وتبين لاحقا أنها قديمة أو مفبركة، من أبرزها هذه الصورة التي تبين لاحقا أنها لجماهير الكرة المصرية الذين احتشدوا في ميدان التحرير للاحتفال بفوز المنتخب الوطني في أولى مبارياته في بطولة كأس الأمم الإفريقية في يونيو الماضي. الصورة الثانية تظهر احتفالات الجماهير المصرية بتأهل المنتخب المصري لنهائيات كأس العالم التي أقيمت في روسيا العام الماضي. ومن الفيديوهات التي انتشرت بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي، قال ناشطون إنها لمظاهرات مناهضة للرئيس السيسي. هذا الفيديو الذي انتشر من مدينة المحلة، لكن قليل من البحث يظهر أن الفيديو تم تركيب الصوت عليه. كما عمدت اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية على تغيير الجروبات الخاصة بهم من أسماء سياسية إلى أسماء أخرى كمحاولة لاستقطاب الشعب للتظاهر، لكن فشلت جميع مخططاتهم.